قبل أن أختم كلمتي المكتوبة سأقول لكم شيئا حدث في إحدى المؤتمرات الإسلامية. قام رجل وهو من المجاهدين الأبطال من العلماء الثواب في إحدى المؤتمرات الإسلامية يسأل بعدما ألقى الكلمة حول رغبة الأمة بتوحيد الدين. وأذكركم أيها الأحبة بالشيخ المجاهد الشيخ محمد الخامسي رحمه الله حينما قال هذه الأمة لا تقوم إلا بمحورين، الأول توحيد الله المطلق والثاني وحدة الأمة. فرجل مجاهد في إحدى المؤتمرات الإسلامية ونبهها للطائفية وحرصها على وحدة العراق الذين جاءوا للتضامن مع الحقوق المشروعة لهذه الجماهير المعتصمة. بینندگان عزیز، گزارش کوتاهی داریم از قیام امروز مردم عراق. قیام امروز مردم عراق علیه نوری مالکی با نام جمعه نه به حاکم مستبد در شهرهای مختلف عراق جریان دارد. رمادی، موسل، کرکوک و سامرا صحنه حضور جمعیت عظیمی است که خشم خود را علیه سیاست‌های جنایتکارانه مالکی ابراز می‌کنند. تظاهر کنندگان شعار میدن مردم سرنگونی نظام را میخواهند، رژیم ایران اخراج اخراج. اونها همچنین خواستار برکناری مدحت محمود رئیس قضایی عراق که تحت نفوذ مالکی شده. اللهم اصلح من كان في صلاحه صلاح للاسلام والمسلمين، اللهم اهلك المستبدين، اللهم اهلك من كان في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد كلمتهم، اللهم انصرهم على من ظلمهم يا رب العالمين، اللهم ارم الظالمين من الظالمين واخرجنا من بيتهم سالمين، اللهم من أراد أن يقوم بانتظارهای متعدد در شهرها حمله و هجوم به مساجد و دستگیری‌های گسترده کردند. نیروهای سرکوبگر مالکی بیش از 1000 تظاهر کننده رو در پست بازرسی پل دیالی متوقف کردن تا مانع شرکت اونها در نماز جمعه وحدت بشه. نیروهای لشکر 54 مالکی برای جلوگیری از برگزاری نماز به مسجد ملوکی حمله کردن. منبر خطیب رو دزدیدن، الزامات اون رو تخریب کردن و اموال نگهبان مسجد رو غارت کردن. أوصل رسالة واضحة قال والله إني لأعض إصبعي ندما أني لم أكن من أوائل هذا الأمر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. البلعة جمعة وراء جمعة والمالك البلعة جمعة وراء جمعة والمالك البلعة. هذه الأصوات وإلى النجف وإلى النار. در بغداد، در کاظمین و هله هم انفجارهای تروریستی رخ داد و ده‌ها تن کشته و مجروح شدند. در موسل جمعیت زیادی از زنان عراقی به سمت میدان احرار تظاهرات کردند و خواستار توقف نقض حقوق بشر و آزادی زندانیان در زندانهای نوری مالکی شدند. تلویزیون شرقیه گزارش داد در این جمعه تعداد تظاهر کنندگان نسبت به هفته های قبل در بغداد بیشتر شده. در مقابل اقدامات امنیتی هم بیشتر شده. در کرخ بغداد همیشه بزرگترین تظاهرات برگزار میشه. بزرگترین تظاهرات امروز در مناطق الدوره و السیدیه بوده. در غزالیه منطقه سبز، سلیخ و برخی مناطق دیگه هم تظاهرات برگزار شد. روحیه تظاهر کنندگان در تمامی این مناطق بسیار بالاست.
هي أن تكون عادلا مع الجميع بالتساوي، لا تمييز، لا إقصاء ولا تهميش. نسألك سؤال، أين هذا العدل في القضاء اليوم؟ أين التوازن؟ أين أن يقف الجميع أمام القضاء على يد واحدة سواء؟ كلنا يعلم أن أبناءنا بعد التعذيب يوقعون على أوراق بيضاء، وبعد ذلك يحكمون بالإعدام. حقا حينما تقول، قلت صادقا أنه لا يوجد بريء في السجون. نعم، كيف يوجد بريء؟ والإدريالات والتعذيب والتعليق والكهرباء تشتغل عليه ليل نهار، كيف سيكون ويبقى بريئا؟ إن البراءة اليوم هي قضيتنا التي نسعى لها بإذن الله تعالى. نسألك سؤال، إن كنت تقول أن التعامل بالقانون سواء، لماذا لم تحاسب البطاط على قوله؟ هذا النكر اليوم يجمع تواقيع لإنشاء جيش المختار الذي قاتل مع الحسين عليه السلام، يريد منه أمرا طائفيا هم يتهمون به. لماذا لم تسكت ربعك؟ لماذا لم تسكت هذه الميليشيات؟ أصاحب الحق تخرجها من السجون، وملايين ومئات الآلاف من أبناء السنة مرغت بدمائهم أيديهم، لماذا يخرجون ويكونوا في المقدمة وتقول لي أنك لا تميز طائفيا؟ أقولها وبصراحة، إن الحكومة اليوم لا تحكم العراق كله، وإنما تحكم أبناء السنة فقط. أما الجنوب لا يستطيع التكلم معهم، وأما الشمال فحصنوا أنفسهم منه، ولم يبق إلا نحن الضعفاء البسطاء. كل قوانين الإجرام والقتل وأربع إرهاب سنة التي ما عذب بها أحد غيرنا، كلها نفذت على أهل السنة فقط في العراق. نقولها بصراحة، أنت لا تحكم سوانا، واليوم خرجنا لنقول لك ولمن معك في الحكومة وأحزابكم التي تآمرت على ذبح هذا البلد، بإذن الله سنقف بوجهكم يدا ندا بند، وسنعلمكم أن من أمامكم في الأنبار رجال لا ترهبهم سلاح. أمن عاطي ولا حبة. و بردگان در تمامی این مناطق بسیار بالاست. خطیب نماز جمعه سامرا درباره مالکی گفت: ما به فرعون جدید، فرعون مستبد، فرعون عراق میگوییم. الان نگاه کن به استبداد خودت و اینکه همه را کوچک شمردی. ما از انتخابات دور قبل شروع میکنیم. تو چگونه قانون اساسی را هدف قرار دادی؟ تو قانون اساسی را زمین زدی، قانون لیست برنده را زیر پا گذاشتی، قانون فراکسیون بزرگتر را زیر پا گذاشتی، تو دادگاه فدرال خودت را تشکیل دادی که قوانین را طبق چیزی که تو میخواهی تفسیر میکند. حد که حرمت کردی، نقض عهد و میثاق کردی، استبداد و تمرد و نافرمانی بر کل توافقنامه ها را جاری کردی. توافقنامه اربیل کجاست که طبق آن نخست وزیری را به دست آوردی؟ این توافقنامه بر اجرای این تصمیم تصریح می کند. فنقول الى الفرعون الجدید، الى الفرعون المستبد، الى فرعون العراق، الان نضع امثلة على استبدادك واستخفافك بالجميع، ونبدأ معك من دورة الانتخابات الماضية. كيف ضربت الدستور الذي كنت ممن خطه بيده
ضربت الدستور عرض الحائط، وانتهكت قانون الكتلة الفائزة، واخترعت قانون الكتلة الأكبر أنها هي التي تشكل الوزارة، ومعك محكمتك الاتحادية التي تفسر على وفق هواك. خطیب نماز جمعه سامرا همچنین خطاب به مالکی میگه مثال دیگر از استبداد تو، وزارتخانه های کشور، دفاع و اطلاعات را به دست گرفتی و تو فرمانده کل نیروهای مسلح شدی. تو همه این ادارات را مدیریت میکنی. فرماندهان عملیات هیچ مجوز قانونی ندارند. زندانها را در خارج از وزارت دفاع گسترش دادی. ومثال آخر من استبدادك الاستحواذ على وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات، وأنت القائد الأوحد للقوات المسلحة، وأنت تدير هذه الدوائر جميعا. قيادات العمليات ليس لها أي مسوغ قانوني. انتشار السجون خارج وزارة الدفاع وتنتشر في عموم البلد وفي الثكنات العسكرية. أي استبداد أعتى من إنشاء المحكمة الخاصة وهي ليست دستورية. اختلاف الشركاء السياسيين. بلغت من الاستبداد والفرعنة أن تستخف بوزرائك ولا يفرق عندك أخرجوا من الوزارة لاحتجاج أو عادوا، وتفرض عليهم إجازات إجبارية، وتكلف من يقوم مقامهم من أعوانك. اختلاف با شرکای سیاسی را دامن زد میکنید. به محض اینکه با برادران کرد اختلاف یه نظامی را به سمت آنها حرکت دادی. استبداد بس است، طغیان کافی است. در دهمین سال هستیم ولی ظالم کور اینها را نمی بیند. شرکت مردم مظلوم در این استانها، در نینوا، الانبار، صلاح الدین، دیالی و کرکوک را ببینید. ما تظاهرات نمی کنیم مگر برای درخواست حقوقمان. ما می خواهیم در کشورمان با شرف زندگی کنیم. ضربت الدستور عرض الحائط، وانتهكت قانون الكتلة الفائزة، واخترعت قانون الكتلة الأكبر أنها هي التي تشكل الوزارة، ومعك محكمتك الاتحادية التي تفسر على وفق هواك. انتهت قبل ما يقارب نصف ساعة ما زال. بالمناسبة هذه ليلة حضرت الصلاة قبل وقت قصير. أعداد كبيرة من الناس انسحبوا وما زالت أعداد أخرى كثيرة، هذه حتى يعني نصف الأعداد التي حضرت صلاة الجمعة. ما زالوا معتصمين، ما زالوا يرددون شعارات، شعاراتهم وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة، وهو الشعار الذي يرفعه كل. بالمناسبة هذه ليست المرة الأولى التي يرفعون هذا الشعار. شهادة ممتازة. وبغداد عاصمة الخراب وأسوأ فساد مالي، كلها شهادات. وبعد ذلك تلومنا لماذا نخرج عن أعراضنا وعن صمتنا، وبعد ذلك تلومنا أننا نريد أن نسمعكم الصوت عدلا للألسن التي تدافع وتقول ليس هناك اغتصاب في السجون، ليس هناك تعذيب. لا نقول جوابا إلا نسأل الله جل وعلا أن يسلطه على عرضك وأهلك لتعلم من أمامك ومع من تتعامل ومع أي مجرم تحكي وتدافع. سجوننا ولله الحمد مليت بشبابنا. نطالب من حقوقنا أوقف الاعتقالات، أخرج المعتقلين. نحن الأولى أن نقول أوقف الاعتقالات. همچنین خطيب نماز جمعه در رمادی عراق خطاب به مالکی گفت پیام به حاکم مستبد و ظالم، به دادگاهش و به شکل نظامیان فرقه‌ای او. ما تماماً از احزاب اسلامی صحبت میکنیم ولی از اسلام تو تبری میجوییم. نباید هیچ برکناری، حسد و تبعید جنسی باشد. از آن از تو میپرسم که کجای دولت و دادگاه تو
به تساوی حکم کند. کجا کلیه مردم در برابر قوانین قضایی برابر هستند؟ این همه شکنجه صورت میگیرد، این همه را به اعدام محکوم میکنید. اصحاب الحق شبه نظامیان را ساکت نمیکنید. هزار نفر از آنها را از زندانها آزاد کردید، آنها که خون فرزندان اهل سنت را بر زمین ریختند. ما امروز تظاهرات کردیم و میگوییم که در علمبار همه رو در روی تو هستند. هذه الميزانية لا تكفي لأن تكون راتبا مستمرا للعاملين والعاطلين في بيوتهم. مع ذلك هي وسيلة ابتزاز لأبنائنا في السجون. أن يا أهل بغداد، يا أهل السنة في بغداد، بيعوا بيوتكم واخرجوا منها، لا مكان لكم هناك. هذه الرسائل وضحت بوضع الضباط حول المناطق السنية وجعلها في سجون دائمة لحصارها وقتل أبنائنا هناك. بالله عليك، أين العدالة؟ أين الحكومة الرشيدة؟ أين القضاء؟ اليوم حينما قالوا أن البرلمان قد صوت على ولايتين، صارت ظاهرتك وتقول قبلها أنا مع الدستور. لماذا تعترض؟ لأن سياسة الاستبداد والحكومة الطائفية هناك لا تريد أن تذهب حتى لا تبقي أحد من أهل هذا البلد إلا وأخرجته خارجه. كلنا يعرف هذا. نوصل رسالة، نحن أهل الأنبار وكل شريف غيور خرج من هذا البلد، نوصل لكم الرسالة، استجيبوا لحقوقنا قبل فوات الأوان. استجب لحقوقنا قبل فوات الأوان. كلما تأخرتم فيها كلما ازددنا تنظيما وقوة، وكلما تأخرتم كلما ازددنا إصرارا على سلمية التظاهرات وإيصال الرسائل، لكنها لن تقف أبدا بإذن الله تعالى. آخرها إلى الحكومات الغربية والمنظمات الدولية ومجلس الأمن. يا مجلس الأمن، حينما وافقت على احتلال العراق قلت أنه ما خرجوا إلا لإسقاط الدكتاتورية وأسلحة الدمار الشامل. يا حقوق الإنسان ويا جامعة الدول العربية، نسألكم سؤال: ما الذي جرى بعد ذلك؟ أين صمتكم؟ أين كلامكم وتصريحاتكم واستنكاراتكم؟ سجون تملأ، إقصاء وتهميش ومشاكل وأزمات. بالله هويتنا، أتدري ماذا يعني جدار الفصل العنصري في بغداد؟ لا شبيه له إلا بجدار اليهود في غزة. نجيب عنه بأمرين: أولهما هذا الجدار، وجدار غزة وجهان لعملة واحدة هي الصهيونية والفارسية والصفوية. كلنا يعلم أن هذا الجدار نسخة من جدار اليهود. عجبا، ما هذا التلاقي والتوافق؟ ما هذا التوافق والتلاقي؟ إننا كلنا يعلم أن وقفتكم بإذن الله قضت مضاجعهم وأرعبتهم في دارهم، لأنكم علم العراق وشرفه بإذن الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولسائر المسلمين. المظاهرين المشروعة والتي عبروا عنها من خلال الاحتجاجات الواسعة والاعتصامات. وأعلنت تنظيمات الحراك الشعبي في العراق وانتفاضة أحرار العراق ومجموعات احتياجية أخرى اختيار جمعة استعارض الحقوق على تظاهراتها اليوم للمطالبة بإنهاء قانون المساءلة والعدالة والفقرة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وتعويض المتضررين من تنفيذ هذه القوانين. كما يطالب المتظاهرون بإخراج الجيش وقوات الشرطة الاتحادية من مدنهم وتسليم الملف الأمني لقوات تابعة لإدارة مجالس المحافظات وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة وفي القبول بالكليات والمعاهد العسكرية وفي البعثات الدراسية.
ويوجه المتظاهرون اتهامات للحكومة بالتسويف والمماطلة في تنفيذ مطالبهم من خلال تعمد تشكيل اللجان الحكومية المتعددة لتمييع هذه المطالب. هذا وانتشرت القوات الأمنية بشكل واسع في محيط مناطق التظاهرات ونصبت نقاط تفتيش في محاولة لمنع وصول المتظاهرين إلى أماكن التظاهر. وصفها بسياسة المماطلة في تعامله مع مطالب المتظاهرين والمعتصمين في مدن العراق المختلفة. كما أكد شيوخ عشائر وشخصيات بارزة تحدثوا بعد الصلاة أنهم سيتخذون خلال الأيام المقبلة خطوات تصعيدية، منها المطالبة بإلغاء الدستور والعملية السياسية. كما طالب المتظاهرون السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في ديالى تلبية مطلبهم بتنظيم اعتصام في بعقوبة وإصدار التصاريح المطلوبة لذلك. نور المالكي. كما ندد المتظاهرون بما وصفوه صمتا عربيا ودوليا عن سياسة الإقصاء والتهميش التي يعتمدها المالكي والانتهاكات التي تقوم بها أجهزته الأمنية ضد المواطنين والمعتقلات والمعتقلين. تلویزیون الجزیره هم گزارش داد تظاهرات امروز به نام جمعه نه به حاکم مستبد نامگذاری شده که منظور نخست وزیر عراق نوری مالکی و این تلاشی از طرف تظاهر کنندگان برای فشار به دولت عراق تا اینکه به خواسته های اونها پاسخ دهد. بعد از نماز جمعه در 6 منطقه بغداد تظاهرات صورت گرفته و در مناطق دیگه هم مانند رمادی، فلوجه، سامرا، موسیل و همچنین مناطق دیگه مثل بعقوبه تظاهرات برگزار شده. بیش از 40 روزه که این تظاهرات در مناطق مختلف عراق استمرار دارد. این تلاشی از طرف تظاهر کنندگان علیه نوری مالکی. بینندگان عزیز، گزارش ما در رابطه با تظاهرات امروز عراق در اینجا به پایان میرسه. خبرها و گزارشات تکمیلی متعاقباً به آگاهی شما خواهد رسید.